السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزوف الأول النعم تم قراني ندفك ربي سبحانه والعباديس النعمة انتهمات تدوك ليه أغفكي جعلت ربي سبحانه الوصية الأنبياء أكن ملا إن الجواليس شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى يوصك الأنبياء فشو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه في الوصية ربي سبحانه الأنبياء الشرائع كلمات وسدد فانشتا أتسبد ثقمات أتسبد الدين أتسبد ثدوك اليوم وتحارب الفرقة إن الدعنا ربي سبحانه يفت الآية عظيمة جدا يتوصي المؤمنين المسلمين إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يوصي بلكا من فرق قرانا بالخصوص الأمور الدين وإنات سمحتم النعمين في اللون لذلك نكون زوارا أمشي لا نمشي قلا إنات واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سميت لمق الفرقة كنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بالآيات كيفية توصي دعنا ربي سبحانه المؤمنين وكنا توخر في الفرقة وذا على انتقمت وذا على انتدك لقرسين الناد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا يعني بركة فرقة وتفشلوا فتفشلوا مباشرة فتفشلوا وتذهب ريحكم وتضعفهم وذس التربيف اللون أعذون ون وتسم للضعفة دانيا نفر بسبحانه القرآن الكريم تسمى راضي وكنيا أن دكر وأنه يما بريد أن تجمعت أبريد أن تدوك ليه أكني في الدسم رب العالمين بالصراط المستقيم فانناد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله عز وجل في يغض الدين في يغض الكتاب أقد السنة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا ندك الفلاس وأنه يغبريه نسدك لي أكن دعنا ربي سبحانه في القرآن الكريم يحذر أنني وإذاك ينفرق وإذاك إيجان ثدك لي فإناد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فالفرقة تتويد العذاب أنقران الأمة أكن ذهن أن الله عز وجل يبرأ النبي نس عليه الصلاة والسلام في ذاك يتفرقا في ذاك يفرقا الدين نسن أكن دين ربي سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يعني ماشي ذا بريدك وين لأن بريد النبي صلى الله عليه وسلم تيدوك اليوم تقمات للمحبة ما لدينا سيرة من النبي صلى الله عليه وسلم لدينا في بالليم أسمية غجرة المدينة لأن هي الحوايج مثل تمنزا فالنبي صلى الله عليه وسلم يدي يسعى المدينة دشو الحوايج تمنزا يخدم إيوا شو يقبدا سو شي قبدا مي هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع المدينة الحوايج تمزوري يخدم ابناء الجامع ابناء المسجد مسجد قباء وكنيا أدن نجمع عمزيس المسلمين أكن داني يخدم ثيمات وقار المهاجرين أكو الأنصار فإدمد أن كل يعني مهاجري كل يعني صحابي نبدي هجر مكة يعني يخدم ثيمات الأخوة الوحية ذيون الأنصار اختارز ديماس يعني الأنصار وثين يعني تيد المقدمة يعني المجتمع ينسلم عندما ثيلي ثقمة اللحمة ويار المسلمين ويار الصحابة رضوان الله عليه فعن حويش تيتي بزورة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمي هجر المدينة يعني زمان دينيا مولاش تقمة دينيا وزميرا ذيك من النبي صلى الله عليه وسلم مشواري نسن دعوة
يعني أكيد غير دين النبي صلى الله عليه وسلم دويد المفهوم يعني أن الفعلية يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغ دين النبي الإسلام يسدي وكنا ذي جمع وكنا ذي وحد وكنا ذي قوي المسلمين الوصية ده نشأت عن الوصية يقوصها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين يعني الأمة الإسلامية في متي ذكرت بعض الأحاديث في متي جملة الأحاديث يعني العظيمة دي وسنة كجكية في ثقمة سيئة في الأخوة في المحبة في الدكلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما الدين لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهم حديثين ذي الحديث إيلاني منع شرام ذي الحاجة مرد يوين الفرقة مرد يوين النزاع الشقاق ويرين سلم فهم يعني منها فلس النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحديثين أمدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدبر ولا تباغضوا فتي ذا كيلك يعني ذا الحوايج تي تساوي النشو تي تساوي الفرقة تي تساوي الخلاف النزاع وقال يعني المسلمين ذاني قال الحادثين النبي صلى الله عليه وسلم يبين القيمة إنسان يبين القيمة نجماش الدين فإنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يشطك الذنوب يشطك الإثم لما رضينا تحقرت يماشي ينسلم وأحقر إن المسلم ماشي على المذين توثيت نغل المذين تستصلح قيس يعني نشاط أستلط غيماك ينسلم كيما سخ تزور يعني ما أنت محقرانيث أقليك يعني تشمط الحديثين كذلك من دين النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام يعني من سلمي الكل ذا الحرام يعني الأذي ينس أمام العرض ينس غيني عنان الشرفيس غيني عنان ثفاميلتيس غيني عنان غيني عنان ديانة ينس غيني عنان ديانة ينس كذلك النف حتى ذا شي ينس حتى مال المسلم يجوزري العرض يعني غذي تعدى مع في ذري منيس كذلك ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم إناد عليكم الجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة سيد وصي النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة وما زال وصايا خلا دلنا الشيخ سليمان ذكر ببعضها إناد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يبينا غدا أنه يرضى يا رب سبحانه وكني أثنعبد وحدس لا شريك له أكن دغني أن دكل أفين الدين رب سبحانه وين الدين وشبح النبي صلى الله عليه وسلم فتويدكي فلنا كمسلمين أن أتلين ويرنا المحبة ذي الأخوة وما إلا بكرام الخلاف أثنفرون سنة من الرحمة أثنفرون أثنر يعني وين الدين ربي وين الدين وشبح النبي صلى الله عليه وسلم أكن لنا الصحابة رضوان الله عليهم أكيد دين ربي سبحانه القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول أكني لان الصحابة يعني هو يرسل نصح أكيد يسق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فدينين يبنى في النصيحة يبنى يعني في البغي من الخير الغير فتعيد النصيحة يعني ما تنصح ديمك لأن تبغي تص الخير تبغي تص أذيبين يعني ما في الحق أفو بريد ربي سبحانه
بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أسنف لي بالله يخبرها دين الفرقية تسكن بالشيطان. ولذا دا شو سنين النبي صلى الله عليه وسلم اسميها يعني يفهم فرق من الشعب كل يوم يتفبري يعني كي يوم نجمع نرى يعني القصة يعني القصة يغديت بين داني أزل يعني نصدوك لي حتى ما كاين المظهر حتى الظهر هناك تويدت لي فدوك لي النبي صلى الله عليه وسلم كسنيت إلا السفر السفر فإمي حبسا السعفون الصحابة رضوان الله عليهم انفرقا كل يوم عند يروح عند يقيل فالنبي صلى الله عليه وسلم إن يسن ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من الشيطان نيز ده شيء يكون يجلك يعني ثم فرق ها كل يوم عند يلا فنيس نشتيم يعني ذي الخدمة عن الشيطان أدنى فذان النبي صلى الله عليه وسلم مراضي وكنا نجمع غسس من مكلة نقيم دار مكلة نجمع وإن الطعام الواحد يكفي الاثنين والطعام الاثنين يكفي الثلاثة إن كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة غسق المكلة يفكر بالبركة الجماعة إذن أقلام نسلع شدين ربي شدين النبي صلى الله عليه وسلم أفوزل نسدوك ليه كذلك مخيغينها ربي سبحانه أغفى الفرقة فأنتويد فين سلم نتويد فين سلم الذكر والتيلي ويرسل المحبة ذي الأخوة وأغيوف ربي سبحانه الطعاس وأغي جعل دثمثا في الدينيس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.